في هذا الفيديو سنتحدث عن سمك القرش وأنواعه وما هي خصائصه وفوائده ومخاطره، فتابعوا معي. أهلا بكم في قناتنا كل يوم معلومة جديدة، حيث نقدم لكم كل يوم معلومة جديدة ومفيدة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سمك القرش هو نوع من الأسماك المفترسة التي تعيش في البحار والمحيطات، وتنتمي إلى الأسماك الغضروفية، أي إنها لا تمتلك عظاما بل غضاريف مرنة. تتميز أسماك القرش بأنها تمتلك 5 إلى 7 شقوق خيشومية في كل جانب من جوانب رأسها، وتستخدمها للتنفس واستخراج الأكسجين من الماء، كما تمتلك أفواها مبطنة بصفوف متعددة من الأسنان الحادة، وتختلف أشكالها وأحجامها حسب نوع القرش ونظامه الغذائي. يوجد حوالي 500 نوع من أسماك القرش، وتختلف فيما بينها في الحجم والشكل واللون والسلوك والموطن والتغذية، وفيما يلي بعض من أشهر وأهم أنواع أسماك القرش. سمكة القرش الحوتي هي أكبر أنواع القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، حيث يمكن أن تصل إلى طول 16.7 متر ووزنها 34 طن. تعيش هذه السمكة في المحيطات الاستوائية والمعتدلة، وتتغذى على العوالق الصغيرة والقشريات والأسماك الصغيرة. تتميز هذه السمكة بلونها الرمادي أو البني أو الأزرق، ويوجد بقع بيضاء على جسمها. هذه السمكة ليست خطيرة على الإنسان، ويمكن السباحة معها بأمان. سمكة القرش الأبيض الكبيرة هي واحدة من أخطر وأشهر أنواع القرش، حيث تصل هذه السمكة إلى طول 6 متر ووزنها إلى 2.5 طن. تعيش هذه السمكة في المحيطات الاستوائية والمعتدلة والباردة، وتتغذى على الأسماك والحيتان والفقمات والأخطبوط والأطراف البشرية. تتميز هذه السمكة بلونها الرمادي أو الأزرق أو الأخضر، ويوجد خط أبيض على جانبيها. هذه السمكة تهاجم الإنسان بشكل عدائي، وتسبب العديد من الوفيات والإصابات سنويا. سمكة القرش ذات رأس المطرقة هو نوع من القرش يتميز بشكل رأسه الذي يشبه المطرقة، والذي يساعده على تحسين رؤيته وشمه. تصل هذه السمكة إلى طول 6 متر ووزن 580 كيلوغرام. تعيش هذه السمكة في المحيطات الاستوائية والمعتدلة، وتتغذى على الأسماك والقشريات والأسماك الكهربائية. تتميز هذه السمكة بلونها البني أو الرمادي أو الأبيض، ويوجد خط أبيض على حافة زعانف. هذه السمكة ليست خطرة على الإنسان إلا إذا تم استفزازها أو تهديدها. سمكة القرش الأزرق هي نوع من القرش يتميز بلونه الأزرق الزاهي، والذي يساعده على الاختفاء في المحيط. تصل هذه السمكة إلى طول 4 متر ووزن 205 كيلوغرام. تعيش هذه السمكة في المحيطات الاستوائية والمعتدلة والباردة، وتتغذى على الأسماك والحبار والقشريات. تتميز هذه السمكة بجسمها المستطيل وزعانفها القوية وسرعتها العالية. هذه السمكة ليست خطرة على الإنسان إلا إذا تم استفزازها أو تهديدها. هذا ما كان لدينا لنقدمه لكم في هذا الفيديو عن سمكة القرش وأنواعه، ونأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها لكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.